وسط المدن الإسرائيلية هاجموا من الجو والبر والبحر وبالتوازي كان هناك قصفا بالصواريخ مشهد غير مسبوق لم تشهده إسرائيل منذ حرب أكتوبر عام 1973 الأرقام الأولية تتحدث عن مئات القتلى وعشرات الأسرى مسلحون من الفصائل الفلسطينية اقتحموا العمق الإسرائيلي خطفوا دبابات وجنودا اقتحموا مباني واحتجزوا رهائن وخاضوا اشتباكات وجها لوجه مع الجيش الإسرائيلي العملية التي بدأتها فصائل فلسطينية وسمتها طوفان الأقصى كانت مفاجأة كبيرة لإسرائيل التي بدأت بعمليات رد متأخرة إسرائيل وصفتها بأنها عملية لا تشبه أي شيء في القتال ضد الفصائل الفلسطينية من قبل الغموض والمفاجأة والإرهاق والعملية غير المسبوقة وفق مراقبين ستفتح بابا هائلا لحرب ضروس لا يبدو أن لها أي نهاية قريبة.